هذه الأراضي. مقالات بقى نقف معاكم واقفة عند مقال الأستاذ أيمن الجندي أو الدكتور أيمن الجندي من المصري اليوم. المقال النهاردة نروح فيه وكل شوية بقف مع حضراتكم واقفة عند حاجات متعلقة برؤية البشر للدين وللأديان، فتلاقي أو للممارسات الدينية. فالنهاردة الوقفة كتبها لنا إسلاميات العقاد، عباس محمود العقاد، الكاتب والمفكر والأديب العظيم اللي رصد حاجات كتيرة جدا، كان الشق الأكبر منها هو الشق العقلي. ده المقال مع حضراتكم هتلاقوه على موقع المصري اليوم وفي العدد الورقي النهاردة المصري اليوم. كان عنده أمور عقلانية كثيرة جدا، منها رؤية أو منظور الدين الخاص بالمواطنين أو بالبشر، الناس بتبص للدين إزاي. فبيقول أنه في استراتيجيات إقامة الدول أو في الحروب أو في المعارك أو في كل الأمور المتعلقة بالممارسات الدنيوية هتلاقي الوقفة الدينية. فهنا في شقين أو قسمين راح لهم الدكتور أيمن من قراءته للعقاديات، هتلاقوه راح للشق الخاص بأن في بعض الناس بيقولوا أن الدين والعقيدة هي اللي بتنتصر بيك في النهاية، فأنت لو مؤمن بالله إيمان قوي ملتزم بتعاليم الدين التزام كبير أنت هتنتصر لو أنت في معركة، أنت هتسلم لو أنت داخل على حاجة قلقان منها، تفاصيل بالشكل ده. وفي حتة تانية راح لها العقاد وذكرها الدكتور أيمن في مقاله، وهي المتعلقة بالأخذ بالأسباب، أن كل حاجة لها سبب ومسببات الحاجات اللي بتحصل في حياتنا، لازم أن احنا نتفادى الحاجات اللي فيها غلط. يعني أنا ما شوفش حاجة معينة السبب بتاعها واضح قدامي وأقول لا أصل ربنا عايز كده، هو ربنا عايز كده فعلا، لكن أنت لازم تاخد بالأسباب، لازم تشغل دماغك ولازم تشغل عقلك. ومفيش حاجة اسمها الإيمان ينتصر فقط الإيمان. وبيرجع بقى بالزمن، بيروح للناس قديما والمعارك القديمة والذكريات والتاريخ اللي اتنقل لنا حتى في تاريخ الفتوحات الإسلامية، وبيقول إن أي حاجة لو لم تكن مقترنة، لو كانت بس مرتبطة بإن إن هم زمان كانوا مؤمنين ومسلمين وموحدين وقريبين من ربنا، بس ما كانوش المفروض هينتصروا، لأن ما فيش حاجة اسمها أنت تنتصر بالإيمان فقط، أنت تنتصر بأن أنت تاخد بالأسباب. والإيمان من أسسه أن أنت تاخد بالأسباب وإعمال العقل من الأسس الدنيوية والدينية، أنت لازم تاخد بالأسباب ولازم تشغل عقلك. فما تعتمدش فقط على حتة أن أنت قريب من ربنا وأنا ربنا بيحبني وأنا بحب ربنا وأنا بصلي وبصوم وبعمل فأنا خلاص ربنا هيكرمني، فتروح تتواكل تقعد في البيت مثلا ما تشتغلش عشان ربنا عايز كده مش بعت لك شغل. طب أنت تدور وتاخد بالأسباب، لا أنا ربنا رايد لي كده، فتبدأ عندك مشكلة تقول أنا مش هحلها، بس ربنا هو اللي بيحل المشاكل وربنا هو اللي بيحل لي أي عقدة في حياتي وأنا معتمد على ربنا في الموضوع ده. طب جنب اعتمادك على ربنا خد خطوة حل مشاكلك، فكر في الأسباب بتاعتها وفكر في الحلول. لا مفيش، هو الاعتماد الكلي ده بيتحول إلى نظرية التواكل وليس التوكل. هنا الجوهر في هذا المقال النهاردة، إسلاميات العقاد اللي كتبه الدكتور أيمن الجندي، وهو الشق الخاص بإعمال العقل وصولا إلى الحالة الإيمانية الأعلى. ما تكتفيش بالدين فقط، ما تكتفيش بالإيمان فقط، لازم تاخد خبرة، لازم تذاكر، لازم تشتغل، لازم تجتهد، لازم تاخد بالأسباب عشان تقدر توصل للانتصار في أي حاجة أنت عايزها. ولم ينتصر أحد بالإيمان فقط، ده اللي رصده عباس محمود العقاد المفكر الكبير، ونقلهن الكاتب دكتور أيمن الجندي في المصري اليوم. مقال بدعو حضراتكم لقراءته هتستمتعوا بيه. ده كان مقالنا النهاردة ودي كانت صحافتنا النهاردة. خلينا نقف معاكم بقى.